مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد. درست اليوم يونت 3 لسن 3، اليونت الثالث، الدرس الثالث. عنوان الدرس بوكينج ليسنز، حجز الدروس. بالبداية يقول لي ليز اند ديف كولد ذا سبورت سنتر، لازلنا بالمركز الرياضي اللي تحدثنا عنه قبل 3 دروس، ولاحظنا ان ضمن 3 دروس السابقة كلها يتحدث عن هذا المركز الرياضي. يقول ليز وديف كولد ذا سبورت سنتر، شخص اسمه ديف وشخص ثاني اسمه ليز اتصلوا بمن؟ بالسبورت سنتر، بالمركز الرياضي، to find out about the lessons، لكي يتعرفوا على الدروس الموجودة أو متوفرة بهذا المركز. شو يقول لي؟ يقول لي listen and read، استمع إلى المحادثة التي دارت بين ليز ومدير المركز الرياضي وبين ديف ومدير المركز الرياضي. fill the part timetable in your activity book، ومن ثم قم بملء التايم تيبل، جدول المواعيد اللي موجود بكتاب الطالب. يعني بالبدايه يطلب من عندي ان استمع المقطع الصوتي واملي هذا التايم تيبل او جدول المواعيد. حسب شنو املي؟ كذلك حسب المحادثه اللي دارت بين ليز، هاي الشخصيه او البنيه اسمها ليز، والسبورتس اوفيسر مدير المركز الرياضي، فدارت بيناتهم هذه المحادثه، ومن ثم دارت محادثة ثانية بين هذا ديف اللي أخذناه بالدرس السابق، بين ديف والسبورتس أوفيسر مدير المركز الرياضي. يقول لي اقرأ هذه المحادثة واملأ جدول المواعيد اللي موجود لكتابة النشاط. منطيني جدول فارغ. على سبيل المثال خلينا نوضح شوية الجدول، لأن في بعض المعلومات اللي لازم نتعرف عليها. أولا ديف، الأيام مال الأسبوع هذه هي ماندي اليوم الاثنين، دبليو جي. خلينا نجي نتعرف شنو الدبليو وشنو الجي. W والG معناها Women's and Girls، احفظوا وياي. W والG هي مختصر من Women و Girls، النساء والفتيات. Tuesday الثلاثاء، N و B شنو مختصر؟ N و B مختصر من Men and Boys، الرجال والأولاد، وهكذا. Wednesday، Thursday، Friday and Saturday، مقسمين المركز الرياضي مثل ما وضحنا بالدروس السابقة، بعض الأيام للنساء والفتيات وبعض الأيام للرجال والأولاد. بيقول لي هسه تعرفت على الاختصارات، الآن اقرأ هذه المحادثة وحاول تملأ جدول المواعيد اللي منطيك اياه كتاب النشاط. فهسه ليز تتحدث تقول هلو، مرحبا. Is that a sports center؟ مرحبا. هل معي المركز الرياضي؟ دا احكي ويا المركز الرياضي او شخص من المركز الرياضي. يجاوبها Yes، can I help you؟ نعم، هل يمكنني ان اساعدك؟ ليز تجاوبه Well، I'd like to play volleyball. قالت له أنا أود أو أرغب بأن أمارس الفولي بول، كرة الطائرة. فقال لها How good are you at volleyball؟ انتبه هنا. قال لها كم أنت جيدة في رياضة كرة الطائرة؟ ركزوا يعني، هذا أخذناه بالدرس السابق. إذا أريد نسأل شخص عن كم هو جيد في رياضة معينة، أقول له How good are you at زائدا اسم الرياضة. واتفقنا ان الاجابه عن هذا السؤال اما تكون I am quite good، انا بعض الشيء جيد، really good، حقا جيد، very good، جدا جيد، at مثلا volleyball، انا جدا جيد في رياضه الفوليبول، او اقول اني ابدا ما مارسها قبل. شلون تكون القاعده؟ تقول I've never او I have never played volleyball، انا ابدا لم امارس، لم العب رياضه كره الطائره. فهي ايش راح تجاوب؟ تقول I am quite good، أنا بعض الشيء جيدة. I am in the school team، أنا في فريق المدرسة. زي اللحظة، هو ليش سألها؟ قلها كم أنت جيدة في رياضة كرة القدم، عفوا كرة الطائرة. ليش سألها هذا السؤال؟ على مود ينطيها الدرس المناسبة لها. احنا تعودنا وذكرنا بالدرس السابق أكو بي beginners يعني مبتدئين، وأكو advanced وأكو متقدمين، وأكو team practice وأكو الفريق الجماعي أو التدرب الجماعي. فيقول لها انت شنو مستواك على مود اخليك اما ويا المبتدئين اذا كنت مبتدئه ما كنت تعرفين هاي اللعبه، او ويا الادفانس اذا كنت متمرسه. فهنا انا شو تقول له؟ تقول له I am quite good، انا بعض الشيء جيده. قال لها all right، come on Monday at 7 o'clock، تعالي يوم الاثنين. هاي انتبه هنا، هذا الاثنين at 7 o'clock في الساعه السابعه. It's team practice، انه تدرب الفريق. هسه نجي من الجدول مثل ما طلب مني. التيم براكتس ارمز له بالحرف تي، فاكتب ساعه من 7 ل 9 تي،
ايش راح تمارس يا رياضه؟ رياضه البولي بول، رياضه كره الطائره. اذا مليت الجدول مثل ما طلب من عندي، عرفت ان الساعه اليوم الاثنين الساعه بالسبعه ان هي راح تمارس رياضه البولي بول كره الطائره، وخليت للرمس تي، شنو تي؟ يعني تيم براكتس، يعني التدرب الجماعي. وهكذا ليز قالت ثانكس فيري ماتش، شكرا لك جزيلا. او اند ايد لايك تو تيم تو ليرن هورس رايدنج، قالت لو انا كذلك اريد ان اتدرب على قياده الاحصنه او ركوب الخيل. فوراها بعد قال لها وي هاف بيجنرز ليسنز، هنالك دروس للمبتدئين اون وينزداي يوم الاربعاء، هذا يوم الوينزداي الاربعاء وراها ات 5 o'clock في الساعه الخامسه، هاي الساعه الخامسه. شوف هو كاتب لي هورس رايدنج يعني معناها ركوب الخيل، وحاط لي حرف البي، حرف البي مال يا اختصار مال يا كلمه البيجنرز مال المبتدئين. اذا انا همين هو مالي اياها هاي حال لي اياها، قال لي ساعه بالخمسه يوم الاربعاء اكو ركوب الخيل للمبتدئين النساء. وراها ثانك يو فيري ماتش، شكرا لك جزيل الشكر، جود باي، وداعا. هذه خلصت المحادثه الاولى، ننتقل للمحادثه الثانيه اللي بين همين مدير المركز الرياضي وشخص اسمه ديف. هسه نجي نتحدث، يقول هلو سبورت سنتر، مرحبا، هل هذا او هل معي المركز الرياضي؟ جاوبه هلو ايد لايك تو دو جودو، انتبهوا وياي، اود ان امارس رياضه الجودو. احنا عرفنا الجودو هي من الرياضات البدنيه، وبالتالي نستخدم اياها الفعل دو. قال لها ار يو جود ات جودو، هل انت جيد في رياضه الجودو؟ or do you want to learn، او تريد ان تتعلم. ماذا يريد يعرف؟ انه يخليه ويا البيجنرز مع المبتدئين، لو ويا الادفانس المتقدمين. وراها يقول له I am beginner، انا مبتدئ. I want to learn، واريد ان اتعلم. That's fine، حسنا. Beginners lessons are on Tuesday، انتبهوا وياي. Tuesday، وين Tuesday؟ هذا الثلاثاء. ساعة بيش رياضة المبتدئين مال الجودو at 5 o'clock في الساعة الخامسة، ركز وياي أجي أمليها. وين التيوزداي؟ هاي التيوزداي ساعة بالخمسة. قلنا شنو الرياضة؟ رياضة الجودو مالت من؟ مال المبتدئين. أخلي حرف البي، فأنا مليت الجدول مثل ما طلب من عندي، يوم الثلاثاء رياضة المبتدئين ساعة بالخمسة رياضة المبتدئين للجودو، وراها at 5 o'clock في الساعة الخامسة. اذا هذا ما يخص النشاط الاول، هذا مجرد نشاط صفي من خلال الطالب اما يستمع للمقطع الصوتي اللي دار بين ليز والاوفيسر، ليز هاي البنيه ليز والمدير المركز الرياضي، وديف ومدير المركز الرياضي، وتعرفنا من خلال هذه المحادثه على مواعيد بعض الرياضات اللي انطاني اياها اثناء المحادثه. ومثل ما طلب من عندي انه اني اكتب اسم الرياضه امام الحقل المناسب لها. هسه خلصنا النشاط الاول، واذا مجرد نشاط صبي لتطوير مهاره القراءه والتحدث. التحدث شلون؟ من ممكن الاستاذ يختار اثنين طلاب، طالب يختار او يمثل دور ليز، وطالب يمثل دور السبورتس اوفيسر او مدير المركز الرياضي، وراها يسوون محادثه داخل الصف بعد ما يكملون ملء الجدول مثل ما طلب من عندي. ننتقل الى تمرين رقم 2، يقول لي يوز ديفز ليفلت، استخدم، ركز وياي هنا، هاي جدا مهمه، استخدم الليفلت. ذكرنا سابقا شنو الليفلت؟ هذا المنشور الخاص بالجدول المواعيد مال المركز الرياضي. تو فيل ذا ريست اوف ذا تايم تيبل، لكي تملا باقي جدول المواعيد. اذا انا ارجع هنا مره ثانيه اشوف على هذه المنشور مال السبورت سنتر المركز الرياضي، واملا جدول المواعيد. يعني على سبيل المثال يوم الاثنين، ركزوا وياي، يوم الاثنين الومن اند جيرلز، الاثنين النساء والفتيات، شنو الرياضه اللي موجوده بيها من الخمسه للسبعه ومن السبعه للتسعه؟ اجي اشوف الماندي، هذا ماندي، اذا اكو رياضه الفولي بول، اكتب فولي بول وياي، ايش مكتوب؟ بيجنرز، واكتب حرف البي. بعد ماندي يوم الاثنين من السبعة للتسعة، يوم الاثنين من السبعة للتسعة شنو موجود؟ موجود تيم براكتس مال فولي بول، هم نكتب فولي بول كرة الطائرة وتيم براكتس الاختصار مالتها تي بي. وهكذا بعد الاثنين عندي رياضة ثانية، خلينا نشوف هذا يوم الاثنين، نعم
ساعة من 7 ل 9 اكو تنس للمبتدئين، من 7 ل 9 هذا من 7 ل 9 شو اكتب له؟ اكتب له تنس، رياضة التنس ساعة بيش؟ من 7 ل 9 المن للمبتدئين، اكتب حرف البي مختصر مع البيجنرز اللي هم مبتدئين. بعد اكو ادي يوم اخر للثنيان يمارسون بي رياضة معينة، اجي ادور نعم هذا الاثنين، اجي يا رياضة الكاراتيه ليرن نيو سبورتس، اذا شنو يعني مبتدئين؟ اذا اقول لك كاراتيه للمبتدئين هم انا حرف البي بيجنرز مبتدئين، من يا ساعة يا ساعة من 5 ل 7 من 5 ل 7 اذا الجدول مضبوط 100%. يقول لي املا الجدول حسب فهمك لهذا المنشور او جدول المواعيد اللي انطول ديل او اللز. بعد الثلاثاء يا رياضة موجودة يقدرون يمارسوها يوم الثلاثاء، اجي ادور هاي رياضة يوم الثلاثاء يا هي بيجنرز مبتدئين تنس ساعة بيش؟ من 7 ل 9 ثلاثاء من 7 ل 9 شنو مكتوب؟ مكتوب تنس، رياضة التنس المن للمبتدئين، اكتب حرف البي. بعد يوم تيوزداي ثلاثاء اكو يوم ثاني او اكو رياضة ثانية؟ نعم من 7 ل 9 بيجنرز جيمناستكس، من 7 ل 9 جيمناستكس الرياضات البدنية المن للبيجنرز كذلك للمبتدئين وهكذا. اكو بعد يوم اخر يوم الثلاثاء او رياضة اخرى في يوم الثلاثاء يمارسوها؟ اجي ادور نعم من 5 ل 7 باسكت بول بيجنرز، من 5 ل 7 باسكت بول للبيجنرز للمبتدئين وهكذا. بعد اكو يوم او رياضة اخرى يمارسوها يوم الثلاثاء؟ اجي ادور ماكو رياضة، ننتقل للي بعدها وهكذا. اجي ادور على كل رياضه واملي او املا هذا الجدول حسب ما طلب من عندي، اضاوع على هذا المنشور واملا الجدول حسب جدول المواعيد. عرفنا البي مختصر مال بيجنرز، التي بي مختصر مال تيم براكتس، والاي مختصر مال ادفانس. كذلك هذا النشاط نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي، الاستاذ ينطي فد 10 دقائق للطلاب يقولهم باعوا على هذا المنشور وحاولوا تبنون هذا الجدول مثل ما الطريقه اللي مليت فيها اني اول يوم، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء. اذا غير مهم الامتحان التحريري والامتحان الشفوي، فقط كنشاط صفي. ننتقل لتمرين رقم 3، يقول لي complete the sentences، اكمل الجمل التاليه. use the correct form of the verbs، باستخدام الشكل الصحيح لهذه الافعال. from the box، من الصندوق. منطيني طبعا 5 جمل وثلاث افعال. اوقف استاذ شلون تكفي؟ هنا انا من الممكن ان انا استخدم الفعل اكثر من مره، واحنا عرفنا استخدام الدو مع الرياضات البدنيه، الجو مع الرياضات التي تنتهي باي ان جي، والبلاي مع الرياضات التي فيها كره او تنافس بين فريقين او شخصين. لكن ركز هنا أنا. يقول لي يوز ذا كوركت فورم اوف ذا فيرب، يقول لك انت راح تختار الفعل، بس قبل ما تنزله بالفراغ لازم تختار الشكل الصحيح للفعل. شنو يعني الشكل الصحيح للفعل؟ يعني لازم تعرف هذا المضارع ماضي مضارع تام حسب الدليل الموجود بالجملة. يعني على سبيل المثال أجي على الجملة الأولى، I فراغ نبغى فراغ فوليبول. هسه خلينا نتفق أول شيء، الفوليبول كرة الطائرة شنو الفعل المناسب لها؟ الفعل بلاي يلعب. زين، بما أن لقية نبغى أخذناها سابقا، النبغى أحد دلائل المضارع التام البسيط. شنو قاعدة المضارع التام البسيط؟ فاعل زائد ان اما هاز او هاف. الاي تاخذ هاز لو هاف؟ تاخذ هاف. تقول اي هاف نيفر بلاي زائد تصريف ثالث للفعل. شنو التصريف الثالث مال بلاي؟ بلاي. اي هاف نيفر بلايد فوليبول، ابدا لم امارس رياضة الفوليبول كرة الطائرة، ابدا لم العب كرة الطائرة. ركز وياي، هذه الجملة بيا قاعدة تذكرك. الدرس السابق قلنا انه اذا واحد سالني عن كم انا جيد في رياضه معينه اجاوبه، اما اقول له I am very good, I am quite good, I am really good، او اقول انا ابدا ما مارس هذه الرياضه. تذكرون القاعده مال استخدام النبر؟ I have never زائد تصريف ثالث. تقدرون تراجعون الفيديو السابق وتتاكدون من حقكم. الجمله الثانيه I forever جودو. خلينا نتفق الجودو شنو الفعل المناسب لها؟ الفعل المناسب لها دو، مو صحيح؟ جيد. لكن انتبهت لقيت شنو؟ يسترداي. يسترداي هي البارحة، دليل يا زمن دليل الماضي البسيط. الماضي البسيط شنو قاعدته؟
فاعل زائد الفعل ماضي. الآي هو الفاعل والماضي مالتو شنو؟ did. I did judo for 3 hours yesterday and now my back hurts. هسه النقطة الثالثة. I can't come out this evening. I forgot gymnastic. خلنا نتفق الجمناستيك هي الرياضات البدنية. شنو الفعل المناسب لها؟ do. لكن ننتبه this evening دليل على أن الجملة مضارع مستمر. شنو قاعدة المضارع المستمر؟ فاعل اللي هو الآي زائد أما is أو are أو am. الآي تاخذ am زائد فعل يحمل ing. شكو زمن مستمر الفعل مالته يحمل ing. فالدوش أخليها ing. I am doing gymnastic at the 7 o'clock. النقطة الرابعة I forgot swimming. خلنا نتفق إن السويمينج الفعل المناسب لها هو الفعل go. خلي go. لكن بيا زمن this afternoon do you want to come؟ إن أنا هم this afternoon دليل مضارع مستمر. فش أقول؟ أقول I am going. I am doing. I am going. أخلي لها ing للمضارع مستمر. النقطة الخامسة والأخيرة the boys forgot football. football خلينا نتفق يا فعل مناسب لها رياضة بيها كرة وتنافس بين فريقين. بما أنه تنافس بين فريقين وبيها كرة بالفعل play. أخلي play بيا زمن لكن on the beach when it started to rain. إحنا نعرف إنه الوين هاي ملاحظة خاف ما ماخذيها سابقا أو خاف ناسيها. الوين يأتي بعدها جملة بزمن الماضي البسيط وقبلها جملة بزمن الماضي المستمر. أوقف خلينا نتأكد أستاذ الماضي البسيط شنو قاعدته؟ فاعل اللي هو الات زائد الفعل ماضي. شنو يعني الفعل ماضي؟ بيجي. إذا صحيح حلي. لكن اللي قبلها ماضي مستمر شنو قاعدته؟ فاعل اللي هو the boys زائد أما was أو where. أخلي where لأن boys جمع زائد الفعل يحمل ing. قلنا شكو زمن مستمر سواء مضارع مستمر ماضي مستمر الفعل مات يحمل ing. هذا ما يخص تمرين رقم 3 طلاب. هذا التمرين مهم لكن أعيد وأكرر ما يجيك بهاي الطريقة. يعني بالامتحان يجيب لك يا أما بسؤال الإسقاطات أو بسؤال الاختيارات. خلنا نجي ناخذ مثال عن كل صيغة ممكن تجيك بالامتحان. يعني على سبيل المثال جاب لي الجملة الأولى إيش قال لي؟ قال لي I have نظر فراغ. وش قال لي ورا الفراغ؟ فولي بول. هسه انتبه وياي فولي بول. جاب لي اياها بصيغة الاختيارات على سبيل المثال. قال لي بلايد لو دان لو بين. احنا قلنا البين او العفو الجون تصريف ثالث مع الجون ما اقدر استخدمها ويا النظر لازم ابدلها بين. فخيال بين الاختيارات الثلاثة شنو الاختيار المناسب؟ شوف هنا انا لقيت فولي بول. فولي بول كرة الطائرة. شنو الفعل المناسب لها بما انه كرة وبها بتنافس بين فريقين؟ بختار بين. يعني جيب لي اياها جاهزة. يعني بالامتحان يخيرني بين اختيارات ثلاثة لكن بشرط انه يجيب لي اياها جاهزة او يجيب لي اياها بسؤال الاسقاطات نفس ما هي بس هالمرة ما يعطيني اختيارات. يمسح الاختيارات وينطيني يقول لي سقط الكلمة بالفراغ المناسب. انت تعرف ان الفولي بول أعلاها نعطيك كلمات الفعل المناسب للفولي بول هو الفعل play فتسقط الفعل play بالفراغ المناسب. هم أنا شوف لاحظ وياي منطين الفعل play جاهز ما ينطيني يا مجرد ويقول لي بدل الفعل أو صحح الفعل قبل المعتزلة لأن هذه صيغة قواعدية اللي قبل شوية شرحناها الاختيارات صيغة قواعدية. أما صيغة الاختيارات أو الإسقاطات صيغة متعلقة بالمفردات. أكو شيء نعتمد على القواعد بحلة وأكو شيء نعتمد على المفردات بحلة. فكل شيء يجيك بالصيغة المناسبة إلى. أما هسه قلنا على شكل إسقاطات أو على شكل اختيارات أو على شكل صحح وهذه تعتمد على فهمك للمواضيع القواعدية. شون يعني على شكل صحح؟ على سبيل المثال قال على مثال قال لي I فراغ جودو. I فراغ قال لي do جودو يسترداي يتجاب لي هذا الامتحان. وش قال لي بين قوسين؟ قال لي كوركت. شنو كوركت؟ يعني صحح صحح الفعل اللي بين قوسين. انت تعرف سابقا عندك معلومه انه اليسترداي دليل ماضي بسيط واستاذ طه شرح لنا الماضي البسيط بالاول متوسط وش عاد النيابه الثاني متوسط. الماضي البسيط شنو قاعدته؟
فاعل. شنو الفاعل؟ الاي زائدا فعل ماضي. شنو الماضي مال دو؟ did زائدا التكمله جوردن يسترداي. اذا من الممكن تجيني هذا الموضوع او هذا التمرين بسؤال القواعد على شكل كوريكت صحح او على شكل اختيارات يخير لي بين افعال ثلاث او على شكل اسقاطات مثل ما سؤال المفردات مثل ما وضحنا بهذا المثال. هذا ما يخص تمرين رقم 3. اذا تمرين مهم لكن مثل ما وضحنا ما يجيك بهاي الطريقه، يجيك مثل ما وضحنا بالامثله اللي انطيتك اياها. ننتقل الى تمرين رقم 4 make a conversation اعمل محادثه. هسه ركز وياي، بما قبل ما قال لي اعمل محادثه يعني هذا الشخص صفي محادثه داخل الصف. يقول students اي الطالب الاول wants to do some sport at sports center. الاستاذ يختار طالب واحد يقوم امام الطلاب يمثل نفسه انه يريد يمارس رياضه معينه بالمركز الرياضي. الطالب الاخر اللي اختار الاستاذ is the sports officer يمثل دور المدير المركز الرياضي. فمثل ما وضحنا مثل قبل شوي المحادثه اللي دارت بين ليز ومدير المركز الرياضي او بين ديف ومدير المركز الرياضي يسوون محادثه داخل الصف. المحادثه عباره عن شنو؟ كالتالي الطالب الاول يقول على سبيل المثال يقول I'd like to play او do او go، يختار اي رياضه معينه. مثلا يقول له I'd like to play football، I'd like to play volleyball، I'd like to do judo، I'd like to go swimming الى اخره. يختار يمثل نفسه انه بيريد يمارس رياضه معينه وجاي للمركز الرياضي على مود او يخابر مدير المركز الرياضي على مود يمارس هذه الرياضه. فمدير المركز الرياضي يساله سؤال يقول له انت تريد مثلا تمارس الفوتبول كره القدم، هاو جود ار يو ات فوتبول، كم انت جيد في رياضه كره القدم؟ فالطالب الاخر يجاوب عليه. شلون اجاوبه؟ تذكرون بالدرس السابق اما اقول له I am quite good، I am really good، I am very good، او تقول له I have never played football، انا ابدا لم امارس او لم العب كره القدم. فبعد وراح تكمل المحادثه يقول له I am beginner، انا مبتدئ، I'd like to join the team، اريد ان انضم للفريق. وراها شوف هنا ننتبه لهاي اهم فقره. بالاخير بعد ما يتفقون لنفترض اتفقوا على الفوتبول كره القدم، يروح الطالب الثاني المدير المركز الرياضي اللي مثل مدير المركز الرياضي يروح يطلع الجدول اللي مناسب لهذا الطالب الاول. فيروح يشوفه يا يوم يقول له على سبيل المثال يقول له it's on Thursday على سبيل المثال، والمثال ربما مثال خاطئ انه يوم الخميس على سبيل المثال at 7 o'clock في الساعة 7، بس بشرط انه يعطيها صحيح. يروح يشوف الليفلت او المنشور الخاص بالجدول مال مواعيد مال الرياضات المعينه ويعطيه جدول او الوقت المناسب لهذه الرياضه اللي اختارها. هذا كل ما يخص تمرين رقم 4، مجرد تمرين لتطوير مهاره التحدث لدى الطلاب، غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. اخذنا بمحادثه بين ليز ومدير المركز الرياضي، بين ديب ومدير المركز الرياضي، وانطوا جدول مواعيد الرياضات اللي اختاروها ومليان الجدول حسب هذه المحادثه. وراها انتقلنا لكتاب النشاط وكذلك مليان الجدول حسب المنشور اللي انطوه اياه لديب وليز. ولاحظنا انه هذا مجرد انشطه صفيه غير مهمه بامتحان التحليل والامتحان الشفوي، ما عدا تمرين رقم 3 كان تمرين مهم جدا. واستعرضنا الطريقه اللي ممكن تجينا بها بالامتحان، ولاحظنا اني راجعنا موضوع المضارع التام البسيط والماضي البسيط والماضي المستمر والمضارع المستمر اللي اخذناها من سنوات سابقه وبدروس سابقه. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجوده اسفل الفيديو في الوصف.